طبعا السيد الوزير لم يقدم وعود ولم يقدم يعني رؤية أو واضحة لأي إجراء عملي، ولكنه أبدى شجبه ورفضه لأن تستخدم أجواء العراق لمرور أي تهديدات بين الدول ولا سيما باتجاه إيران. طبعا حقا العراق لا يملك أي آلية عملية لإيقاف مثل هذه الاستخدامات لفضاء وسماء، وسبق وأن مرت يعني هذه الصواريخ من إيران إلى إسرائيل ولم يتصدى لها، وبالتالي بنفس المعيار وبنفس الإمكانية سوف لن يستطيع التصدي لأي صواريخ قد تأتي مسيرات من إسرائيل. لكن دبلوماسيا كانت الإجابة صحيحة، أنه من حيث المبدأ يرفض استخدام السماء العراقية لتهديد ولا سيما لإيران، ولكن من الحين الواقعية هو لم يقدم أي وعود، وهذا هو طبعا خير إجابة يستطيع العراق تقديمها في هذا المناخ المعقد الذي يتطلب من العراق مواقف مركبة ومواقف معقدة. إيران تريدها من جهة، والعراق له إرادته من جهة، والفصائل في العراق لها إرادة، وأمريكا لها إرادة، والعراق بين أرضاء كل هذه المواقف. وبالتالي يعني لابد أن تكون هناك لغة للدبلوماسية. زيارة الوزير هي موضع استفهامات كبيرة، لا نعلم حتى الآن ماذا ما هو الدور الذي تمنح إيران نفسها له. هل هي طرف ثاني في هذا الصراع؟ هل هي داخلة في الحرب؟ هل نعتبر المناوشات التي في الصواريخ والمسيرات هي حرب أم فقط مناوشات؟ حقيقة هي فقط مناوشات. إيران وإسرائيل لم يدخلوا في الحرب بعد، لكن في على ساحة لبنان وغزة هناك حرب حقيقية. السؤال الثاني، ما هو الموقف الإيراني من هذه الحرب؟ هل هي مساند بالخفاء؟ هل هي مساند بالعلن؟ هل هي جزء من هذا الصراع؟ هل هي طرف ثالث في هذا الصراع؟ إيران علنا تعلن أنها طرف ثالث في هذا الصراع، وأنها هو صراع عربي إسرائيلي. كل هذه الأشياء لدى إيران غير واضحة. إيران أعتقد نفسها لا تفهم ما هو موقفها، لأنها داخلة في أكثر من دور وداخلة في أكثر من طور ولا تعلم ماذا تريد. هي تطمح إلى حوار، تطمح إلى تفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بصفة ماذا؟ بصفة محرك صاحب نفوذ في المنطقة أم بصفة الطرف؟ كل هذه الأشياء المعقدة تجعل حوار اليوم وزيارة اليوم زيارة معقدة على إيران في التعبير عما تريد أكثر مما هي على العراق الذي لا يعرف ماذا يفعل لإيران في هذه